في ناس بتقول او بتسال انا دكتور كتب لي اكد عليا ان انا لازم اخد 5000 وحده، مريضه تانية او مريض تاني يقول لا الدكتور قال لي 2000 وحده، تاني يقول لا الدكتور قال لي كتب لي 1000 في اليوم بس، واحد قال لا 500 كفايه. بناء على ايه احنا بنقرر الجرعه من فيتامين دي اللي احنا بنديها للمريض بصفه يوميه؟ في معادله حسابيه بسيطه وسهله جدا. هنفترض ان المريض طلع عنده تحليل الفيتامين دي 10 وانا عايز اوصله ل 60، فبطرح 60 من 10 يطلع 50، اضربها في 100 يطلع 5000، يبقى هذا المريض لازم ياخد 5000 وحده كل يوم. هنفترض ان النسبه طلعت 30 وانا عايز اوصلها ل 50، هنطرح 50 30 من 50 تطلع 20، 20 اضربها في 100 يطلع 2000، يبقى المريض ده ياخد 2000 كل يوم. وبنمشي على هذه الجرعه لمده شهر، بعد شهر بنعيد التحليل تاني ونشوف اذا النسبه بترتفع معايا، برجع اعيد تاني نفس الحسبه واقلل الجرعه على حسب نتيجه التحليل. بعد ما توصل النسبه للجرعه المناسبه اللي انا عايزها قدامي حل من اتنين، يا اما اديله 1000 وحده كل يوم يمشي عليها على طول، او ياخد 5000 وحده مره في الاسبوع. دي الطريقه اللي احنا بنحسب بيها جرعه الفيتامين دي اللي احنا بنستخدمه. ولما نستخدم فيتامين دي احنا بنستخدم الفيتامين دي 3 مش الفيتامين دي 2. الفيتامين دي 3 اللي هو الفيتامين دي الحيواني، الفيتامين دي 2 اللي هو النباتي، وطبعا الفيتامين دي 3 الحيواني اكثر تاثيرا ومفعولا من الهرمون او من فيتامين دي النباتي.